وجعل غناه في قلبه. خد التالتة بقى اللي انت بتدور عليها وبتقول عشانها دلوقتي، وأتته الدنيا وهي راغمة. والله هتجيلك لحد عندك، والله هتجيلك لحد عندك. والتاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الدنيا همة، همك انك تتاجر وتجيب فلوس من هنا ومن هنا، ومن كانت الدنيا همة فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. سبحان الله، رزقك هيجي لك لحد عندك. وخد بالك إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل المال مش علشان ننشغل بيه عن الطاعة، لا، ربنا سبحانه وتعالى أنزل المال علشان نعبده. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أنت هتقول مش هصلي علشان الرزق، يبقى أنت فهمتها غلط، أوعى تقول الكلام ده. طيب أصل العمل بتاعي المشكلة إن أنا مش عندي محل، بس العمل بتاعي أنا في مصلحة حكومية وهم منعين الصلاة، ما ينفعش، والمسجد بعيد خالص، مش هعمل إيه؟ خلاص ما شاء الله. أنا ياما شفت ناس أصحاب مصانع، ربنا يا رب يحفظهم ويكرمهم، عملوا مكان صغير كده، جاب حصيرة باللغة العامية بتاعتنا هنا في مصر، جاب سجادة كده وخلى المكان ده مكان صلاة. سبحان الله، كل واحد هيصلي في هذا المكان في ميزان حسناته. انا عايزك النهارده تعمل كده، اذا كانت المصالح الحكوميه وما ينفعش تنزل صلاة عشان المسجد بعيد، خصص مكان صغير كده الطرقه النهارده، واطلع اذن واقم، اذن وارفع صوتك في المصالح الحكوميه، وكل انسان هيجي يصلي معاك في ميزان حسناتك ان شاء الله. بس رئيس العمل بيقول ما فيش صلاه، اصله ما فيش صلاه علشان زمان كان ناس مش كويسين يقولوا احنا رايحين نصلي، يروح على القهوه يشربوا مش عارف ايه وييجوا ايه ويعملوا ايه، والصلاه في ربع ساعه، هو يفضل قاعد يصلي 3 ارباع ساعه وهو قاعد على القهوه. طب انت هتعمل ايه؟ انت النهارده قول له: بص اديني ربع ساعه، بعد ربع ساعه اخصم اليوم. روح قول له كده، وباذن الله يستجيب لك، باذن الله يستجيب لك وهيديك الوقت باذن الله، وعلى قدر التزامك بربع ساعه ان شاء الله تروح تصلي وترجع، باذن الله تكون مساله معاك زي الفل. يا عم الشيخ انت شديت شويه علينا في اول الدرس وعمال تقول، يا عم الشيخ اهدى شويه، وانا قلب ابيض بفضل الله وزي الفل، واهم حاجه القلب ده، طالما القلب ده موصول بربنا سبحانه وتعالى هو ده اهم حاجه، لا تقول لي لا صلاه ولا لا لا لا، كلامك ده مش صحيح. عارف ليه؟ لان طب انا البدايه انا معاك ان قلبك ابيض وزي الفل، بس انت لما تترك الصلاه القلب ده مش هيبقى زي الفل زي ما انت بتقول، ولا القلب ده هيكون ابيض، القلب ده ربنا هيختم عليه وهيكتب في المنافقين، وانا مش عايز ابدا يكون ده حالك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوه والله قلبك بالفعل ابيض والله، لان ربنا خلق قلبك كده، بس للاسف انت لما تركت الصلاه الله عز وجل ختم على هذا القلب، والقلب ده بقى اسود من الفحم. تسمع معايا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق كلام النبي؟ اصل قلبي وقلبك حاجه احنا مش شايفينها، نشوفها بعين النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتخذ احدكم السائمه، الواحد منكم يكون عنده شويه ابل وبقر وغنم كده تكون معاه بيرعى جنب المسجد، والسائمه ابل وبقر وغنم بتاكل اللي بيطلع من بطن الارض، فهو كان بيرعى جنب المسجد. ده كناية عن أي إنسان بيعمل عمل، أو حقيقة أي إنسان بيعمل عمل، ولكن ساعة الصلاة هو جنب المسجد على طول، فيرعى بجوار المسجد فيصلي الجمعة والجماعة. ثم يقول لنفسه: ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، في عشب أكبر من كده وأكثر من كده. فينطلق يبعد شوية عن المسجد، زي بالضبط كده أنت هتبعد شوية، زي حال بعض الناس ما بيصليش للجمعة، فيصلي الجمعة ويترك الجماعة. ثم يقول: ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا. فينطلق يبعد بقى أكتر وأكتر، فلا يصلي جمعة ولا جماعة، فيختم الله على قلبه ثم يكتب في المنافقين. تحب تكون كده؟ ساب صلاة الجماعة، ساب الجمعات، ختم الله على قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها، ثم سمعه فلم يأتها، ثم سمعه فلم يأتها، طبع الله على قلبه وكتب في المنافقين. تحب تكون كده؟ عايز تكون مع هؤلاء؟ قلبك كان أبيض، بس لما تركت الصلاة ختم عليه، لما تركت الصلاة اتختم على قلبك، قلبك بأسود. لما تركت الصلاة، الصلاة دي أعظم ذنب. عارف لما أقولك أعظم ذنب، أنت تخيل النهاردة إنسان زنى، قدر السواد اللي هيكون على قلبي بسبب هذا الزنا هيكون قد إيه؟ لا كتير قوي. طب إنسان سرق، كتير جدا جدا. طب إنسان قتل، أعظم وأعظم وأعظم. طب تخيل إن قلبك أسوأ من قلب كل دول. قال ابن القيم:
ومما اتفق عليه العلماء، العلماء بينهم وبين بعض متفقين أن من ترك صلاة واحدة عامدا فهو أشر عند الله عز وجل من الزاني، شارب الخمر، القاتل، 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 السارق. لا يترك صلاة واحدة أسوأ عند الله عز وجل من كل دول. فدول قلوبهم أخبارها إيه؟ لا، قلوبهم سوداء وفيش بعد كده. طب تخيل اللي هيترك صلاة واحدة أسوأ عند الله عز وجل من هؤلاء، وده موضوع اتفاق بين العلماء. فتخيل أنت هيكون حال قلبك إيه؟ فأنا عايز قلبك يكون بالفعل أبيض، ومش هيكون أبيض إلا بالصلاة. أنت بتقول لي دلوقتي قلبي أبيض، طيب كل قلب أبيض بيظهر البياض اللي فيه والنور اللي فيه على الجوارح، جوارحك دي أنت مسخرها في إيه؟ هل مسخرها في الصلاة، في الركوع، في السجود، في تكبيرات الإحرام والانتقال إلى المساجد؟ إذا كانت جوارحك بالفعل بتتحرك كده، فاعلم على يقين، كن على يقين بالفعل إن قلبك ده أبيض وزي الفل. إنما جوارحك كلها متحركة لمعصية الله وترك الصلاة، إيه الدليل بقى إن قلبك أبيض؟ إيه الدليل إن قلبك أبيض؟ إيه، عندي عربية الموتور بتاعها أنا مش شايفه، بس العربية بمجرد مدور ما شاء الله بتمشي معايا بصورة جميلة وزي الفل، ده دليل إن الموتور بتاعها كويس جدا، رغم إن أنت ما شفتش الموتور بتاعها، ولكن عربية كل شوية تقف منك في الطريق وكل شوية ده دليل ان الموتور بتاعها بايظ، وانت تقول الموتور بتاعها بايظ لان انت رغم انك ما شفتش الموتور انما ظهر عليها من بره، انت ايه الظاهر عليك؟ والله يا شيخ بحكم ما انت بقى اتكلمت عن القلب والكلام ده، والله العظيم يا شيخ الواحد تعبان شويه كده فمش هينزل يصلي. ليه ليه ليه؟ اصل انا تعبان والشرع قال ان اللي تعبان ما يصليش. لا 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 لا، ما تفتريش على ربنا سبحانه وتعالى، اوعى تتكلم على ربنا بدون علم، اوعى تتكلم على ربنا وانت مش عارف، ما تقولش الشرع قال اللي تعبان ما يصليش، لان الشرع قال لنا اللي تعبان برضه يصلي، الشرع ما اسقطش الصلاه عن حد. انت تعبان وميت خلاص ما تصليش وانت واقف، ما تصليش في المسجد، صلي وانت واقف في البيت. مش قادر يا عم الشيخ، صلي وانت قاعد. مش قادر يا عم الشيخ، صلي وانت نايم. في بعد كده عذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمران بن حسين وقال يا رسول الله أريد الصلاة وإن بي بواسير، قال صلي قائما، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. مش قادر تصلي علشان تعبان، بس إيه قدر التعب اللي عندك؟ أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة بتقول لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت، حديث في الصحيحين، أغشي على النبي صلى الله عليه وسلم، أغشي عليه، أغمى عليه، فلما أفاق كان أول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك النبي بيشدد عليه المرض كما يشدد على رجلين منا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ أول كلمة قالت لا يا رسول الله ينتظرونك، فدعا النبي بماء في المغدف فاغتسل، فلما هم بالقيام سقط النبي مغشيا عليه ثلاث مرات، النبي يغشى عليه، أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ قالت لا يا رسول الله ينتظرونك. قالت عائشة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، حس النبي أنه يعني خلاص الحمد لله بقى كويس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ على رجلين العباس وعلي رضي الله عنهما، قالت وإن رجلاه لتخطان في الأرض خطا، ده النبي حتى أقيم النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، ده النبي اللي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه رغم هذا التعب وهذا المرض اللي أصابه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان أبدا ليضيع الصلاة بل خرج ليصلي مع الناس. عمر لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، والأثر رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، لما طعن عمر حمله المغيرة بن شعبة ورجل من الصحابة هو سائب بن يزيد حتى أدخلوه البيت، فأغشي على عمر رضي الله عنه، فجاءوا بالطبيب فسقاه لبنا، شرب اللبن فوجد أن اللبن خرج من الجرح، فقال له يا أمير المؤمنين أوصف إنك ميت، الجزء ده في البخاري، يا أمير المؤمنين أوصف إنك ميت. نرجع تاني لرواية محمد بن نصر، قال فأغشي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالناس بين رجلين، رجل يقول أنه مات ورجل يقول أنه أغشي عليه، فقال رجل وقال قوموا فأذنوا بالصلاة، فما علمت شيئا كان أفزع لعمر من الصلاة، فقام رجل وقال الله أكبر الله أكبر، فقام عمر فزعا وقال الصلاة الصلاة الله أكبر الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وعند مالك في موطئه فقام عمر وصلى مع الناس وإن جرحه لا يثعب دمه، جرح بينزف بالدم، انت حالك زي عمر؟ خد التالتة، حديث في الصحيحين وانا جمعت طرق الحديث وشواهده وطرقه كل الفاظه، ان رجلا هو ابن ام مكتوم، عبد الله ابن ام مكتوم، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، عدوا معايا، واحد يا رسول الله انني رجل قد ذهب بصري اعمى،
ونحل جسمي ورق عظمي، ثلاث أعذار. وبيتي بعيد عن المسجد، وليس لي قائد يقودني، وفي طريق السباع والهوام، وفي طريق الأشجار الملتفة، سبع أعذار جاء بها عبد الله بن أم مكتوم بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، هل تجد لي من رخصة في أن أصلي في بيتي؟ مش إن أنا أترك الصلاة في أن أصلي في بيتي. قال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع نداء في البيت الذي أنت فيه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أجب أجب. أنت إيه أعذارك؟ تعبان؟ مش معنى أن أنت تعبان أنك تسيب الصلاة، ولكن تعبان صلي في البيت. لو فعلا تعبك تعب شديد، مش قادر تصلي وانت واقف، صلي وانت قاعد. مش قادر تصلي وانت قاعد، صلي وانت نايم، والله سبحانه وتعالى